من موسكو الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي. الزوارق المصغيرة، هل نصنفها بأنها انتصار عسكري أوكراني أم كيف تصنفها؟ في الواقع لا مجال للحديث عن انتصار لأحد الطرفين الروسي أو الأوكراني، لأن كل طرف منهما يشن بين الحين والآخر ضربة ناجحة على الطرف الآخر، لكن على المستوى الاستراتيجي كل طرف غير قادر على قلب موازين القوة لصالحه. ولكن ما هو مؤكد أن هذه الحرب رغم أنها تعد أكبر حرب منذ بداية القرن 21 في القرن التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، إلا أنها أثبتت فعالية الأسلحة البدائية في وجه الأسلحة الاستراتيجية المتطورة. فمثلا مثل ما لا تستطيع أحدث نظم الدفاع الجوي اعتراض المسيرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كذلك الصعب على وسائل الدفاع البحري اعتراض الزوارق المسيرة التي استخدمتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة مرارا، سواء لاستهداف أحد دعامات جسر الكرم قبل نحو أسبوعين، أو لشن ضربة على ميناء أو قاعدة نوفوروسيسك التي تحتضن أكبر ميناء تجاري في جنوب روسيا كما حدث أمس، أو اليوم لاستهداف سفينة السيج الخاضعة للعقوبات الأمريكية. طب ولماذا نفيت أن يكون ما يسمى بالنصر الاستراتيجي لم ينجح أي من الطرفين في التحقيق؟ لماذا تقول ذلك؟ النصر الاستراتيجي يعني أن ينتصر أحد الطرفين في الحرب، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية هي أشبه بحرب الاستنزاف مثل تلك التي كانت تسير بين مصر وإسرائيل في أعقاب عام 1967، وحتى أن شنت القوات المصرية ضربة في أكتوبر عام 1973. فبالتالي في هذه حرب الاستنزاف كل طرف غير قادر على إلحاق هزيمة كاملة أحدهما بالآخر، فهذا من جانب يستلزم عقد مفاوضات وإنهاء الحرب عبر طاولة الحوار، ولكن من جانب آخر الحرب الروسية الأوكرانية هي ذات طابع هجين تحمل في طياتها ملامح لحرب بين دولتين مستقلتين من جانب، ومن جانب آخر لها ملامح حرب أهلية بين شعبين شقيقين يتحدثان نفس اللغة أو لغتين قريبتين إحداهما من الأخرى، ويتقاسمان اعتناق الديانة المسيحية الأرثوذكسية. فبالتالي هذا هو مأزق هذه الحرب، أنه من الصعب إنهاء سواء عبر المفاوضات أو عبر النصر الكامل لأحد الطرفين. ألم تقول روسيا أنها نجحت في تحقيق أهدافها على الأقل بالاستيلاء على دونيتسك ولوغانسك في إطار تأمينها لمواطنيها كما قالت ابتداء، واعتبرت أن هذا هو أحد أهم نجاحاتها؟ في بداية الحرب حددت روسيا مجموعة من الأهداف وكان حققت بعضها كما فكرت، وتحديدا ضم منطقة دونباس إلى السيادة الروسية، وكذلك إقامة ممر بري من مقاطعة روستوف الواقعة جنوب روسيا إلى الكرم، وفعليا ضمنت عدم انضمام أوكرانيا للناتو في الأفق المنظور، وهذا كان واضحا خلال القمة الأخيرة للناتو في فيلنوس أن الدول الرائدة في الحلف غير مستعدة لتحمل أعباء أوكرانيا. ولكن في الوقت نفسه هناك أهداف أعلنتها روسيا ولم تحققها بعض، ومنها مثلا أن نزع سلاح أوكرانيا وتغيير السلطة في كييف، وكذلك لم تحصل روسيا على الاعتراف الأوكراني ولو ضمن بسيادتها في الكرم ودونباس. فبالتالي يمكن القول أن روسيا حققت جزءا من أهدافها في أوكرانيا ولكن ليست كل الأهداف بكل تأكيد. طيب في تقييمك لهذه العمليات الجديدة التي اتبعتها كييف، هل هذا ما كانت تقصده كييف منذ البداية بالعملية العسكرية المضادة، هذا الاستهداف؟ ولماذا دائما تلجأ روسيا إلى الترويح بالسلاح النووي حين تستهدف الأراضي الروسية؟ إذا تحدثنا عن الهجوم الأوكراني المضاد فيبدو أن
الحسابات الآن مختلفة عنها في بدايته. ففي البداية كان هناك رهان على الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة الغربية على وجه السرعة لتحقيق نصر عسكري واسترداد بعض الأراضي في جنوب شرق أوكرانيا بالقوة، لكن عندما تأخر توريد الأسلحة الغربية إلى كييف وهذا منح لروسيا مهلة حتى تقيم تحصينات في جنوب شرق أوكرانيا وتزرع الغام، فبدأ الهجوم المضاد يسير ببطء شديد وفق إجماع خبراء عسكريين روس وحتى الغربيين، وهذا دفع بكييف إلى اعتماد هذا الأسلوب الهجين لحرب أشبه بحرب عصابات عن طريق شن ضربات في العمق الروسي في موسكو طرة أو في مقاطعات الحدودية طرة أو في شبه جزيرة القرم أو موانئ البحر الأسود طرة أخرى. فهذا في الواقع يعكس عجز أوكرانيا عن التقدم بأساليب عسكرية بحتة، فيبدو أنها بدأت تميل لعمليات استخباراتية عالية الدقة بدعم استخباراتي من رعاتها الغربيين على ما يبدو. أما بخصوص الشق الثاني من سؤالك والخاص بتلويح روسيا بالسلاح النووي، فهذا للأسف كثرة التلويح بالسلاح النووي في السنة الأخيرة أفقدته قيمته كسلاح رادع، لأن السلاح النووي تمتلكه القوة العظمى مثل روسيا وغيرها من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليس لاستخدامه في نزاعات تكتيكية، وإنما حتى يكون وسيلة رادع وحتى لا يفكر أي طرف آخر في المساس بمصالح القوة الكبرى. ولكن كثرة التلويح به لا سيما على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف للأسف جعل الغرب وأوكرانيا تتعامل مع هذه التهديدات بشيء من الاستهتار مقارنة مع أخذه بمحمل الجدل في بداية الأحداث. هل السلاح النووي الهدف؟ أنت تحدثت بأن القدرة أو تكرار الحديث باستخدامه أفقده القدرة، ولكن هناك من يحلل قائلا بأن التلويح الروسي باستخدامه من آن لآخر هو محاولة ردع الغرب بألا يتمادى في إمداد كييف بكل ما تحتاجه من أسلحة ترى روسيا بأنها قد تغير وجه المعركة. أين أنت من ذلك؟ هذا كان يأتي بمفعوله في بداية الأحداث، وأنا أتذكر أنه في الأيام الأولى من الحرب كانت هناك حالة من الذعر سواء هنا في روسيا أو في وسائل الإعلام الغربية، إن عندما أعلن بوتين عن وضع قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في حالة الدورية القتالية، وحينها امتنع الغرب استجابة لهذه المخاوف من تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية. لكن مع مرور الوقت مع كثرة التلميحات باستخدام السلاح النووي لم يعد الغرب يتعامل معها بجدية، وأصبح منذ الصيف الماضي أو نهايته بتزويد أوكرانيا بصواريخ هايمرس عالية الدقة أولا ثم الدبابات، وقد وصل الحديث إلى مقاتلات، ما يعني أن الغرب لا يرى خطرا حقيقيا في أن تذهب روسيا لاستخدام السلاح النووي، وإلا لكان قد امتنع عن كل هذه الخطوات. أضف إلى ذلك أن إمكانية استخدام السلاح النووي لا تحظى بدعم حتى من حلفاء وشركاء روسيا مثل الصين، إذ أن تسريبات إعلامية حديثة كشفت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حذر خلال زيارته إلى موسكو في مارس الماضي ولقائه مع بوتين، أنه حذر الرئيس الروسي من استخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا. شكرا لك من موسكو دكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي، إذ كنت معنا عبر الهاتف من موسكو.